مقدمة على الأريز ومننهي، يعني محاضرة اليوم راح تكون خفيفة لطيفة، ما راح تتجاوز الثلث ساعة شرح إن شاء الله. كملنا إحنا المفهوم الفانكشنز وعملنا له ماسترينج المحاضرة الماضية. ظل في براكتس اللي هو لعبة الكرابس، حكيت لكم عنها، هاي طويلة يعني راح أقدر إذا ظل معنا وقت بعد ما نخلص البي اتش بي برجع بشرح لكم الكرابس، يعني البرمجة تبعتها انترستينج، بس هي مشان إنها موضوع interesting. أما لو أنت تقرأه لحالك وتحاول تفهم الرولز تبعت اللعبة هذه فإتس فيري إيزي إنك أنت تفهمه وتعمل له براكتس. إذا ظل معنا وقت برجع بشرحه. بيظل عندنا موضوع السكوبينج يا جماعة، زي ما حكيت لكم شغلة بسيطة جدا اللي هو الجلوبال واللوكال بكل لغات البرمجة موجودة. إحنا هنا بالبي اتش بي لما نروح على السيرفر مش بس بيجي علينا جلوبال، بيصير عندنا مفهوم الانفيرومنتال فاريبلز، يعني الفاريبلز أنت بتاخذ متغير من الكلاينت وبتوديه على السيرفر، وين بتخزنه، كيف بننقل المعلومات. هون بيطلع عندنا مصطلح جديد اسمه انفيرومنتال فاريبلز، لسه أكثر من الجلوبال. هذا بنجيها بالبي اتش بي، هون بسيط كل لغات البرمجة موجودة عندي، اللي هو أي إشي بتعرفه بالسكريبت بيكون جلوبال، وأي إشي بتعرفه جوا الفانكشنز بيكون لوكال للفانكشن هذاك، تمام؟ الرول بجافا سكريبت إذا بيرجع لأقرب variable له، إذا ما في لوكال بروح للجلوبال، إذا ما في لوكال بروح للجلوبال، هيك الرول مش لأقرب. إذا ما في لوكال variable X بده يروح على الجلوبال، حتى لو كانت X موجودة بأكثر من function. مثال خلينا نشوف هون X1 اللي هي global variable، هاني معطيكم إياها. وين بعرف global variables يا جماعة؟ مباشرة بعد script هون. طبعا ممكن تكون هون كمان هون، بس إنها مش جوا function. لو كانت هون variable X كمان هاي تعتبر إيش؟ global. بس إذا عرفتها هون ودخلت على function بتكون بعدها مش معرف، يعني بعد ما وصلها الكومبايلر. فانتبهوا إني أعرف X آخر إشي هون ويتم استدعاء الفانكشن start ما بيكون يتعرف على X، فلازم الكومبايلر يمر على الفاريبل ويتعرف عليه عشان يقدر يستخدمه later on. يعني كمان بكون تنتبهوا، إذا أنا بروح على بستدعي الفانكشن هذا من هون، من هون بقول له start هيك ماشي، بده يتم استدعائه صح؟ لما يجي هون ويتعامل مع أي متغير بالform شو بيعطيني؟ يعني لو هون كان في عندي variable d equal get element by id ل paragraph 1 وعندي paragraph 1 بالفورم، هاي شو بعطيني عليها؟ مين يجاوبني؟ عندي فاين رجع ال paragraph 1 ايه؟ رجع. طيب شو كمان الجواب الثاني؟ مين إجاني جواب ثاني؟ شو حكيت؟ أنا بس إحنا الكومبايلر حكينا البارسر بده يشتغل من عند دوكيمنت، بعدين على HTML، بعدين على الهيد، بعدين هون، بعدين السكريبت. لما بوصل للسكريبت البارسر بتوقف عن العمل، بده يجي جافا سكريبت كومبايلر بتعرف على أوتبوت، بتعرف على X وبستدعي الفانكشن ستارت. إجا على الفانكشن ستارت قلت إلمت باي آي بي 1، طب هو ما راح على الفورم، البارسر ما راح على الفورم وما خزن محتويات الفورم بالميموري اللي يقدر يستخدمها جافا. طيب بالديف خليها بي 1 هون هيك بي باراجراف اي دي ايكوال بي 1 تمام. هاي ما اجى لها البارسر، ما حرفها بالميموري، ما في ميموري مشتركه بين البارسر وبين الكومبايلر. استدعاء هون تم، من هون اجى على الفانكشن ستار قال له ارجع اعطيني بي 1. طب الكومبارسر ما راح على الفورم، ما تعرف على المتغيرات الموجودة بالفورم، فبالنسبة له بي 1 مش فدائما وابدا. اذا بدك تستدعي الفانكشن ستارت تخلي البراوزر يدخل على ال HTML يعمل لود وبعدين تتحقق الاون انلود بعدين بيجي ستارت. شايفين كيف الترتيب؟ اتس فيري امبورتنت عشان يتعرف على الاي دي ريزلت ويتعرف على الاي دي بي 1. وضحت يا جماعة؟ هاي اتس فيري امبورتنت. المشكله اللي صارت انه هو بده يعرف، بده يستدعيها بالهيد وهو لسه ما استدعى البودي. بالضبط، بده يقول له، بده يدور على الاليمنت، وهو اصلا الكومبايلر شو بيعمل؟ الكومبايلر ما بيقدر يروح على الفورم،
الكومبايلر بيجي هون تنفيذه تبع جافا سكريبت بعد ما البارسر ها بعد ما البارسر يعمل له لودينج لهاي بالميموري تبعته. هو لما بيعمل لود كل محتويات ال HTML تخزن بالميموري علشان يقدر جافا سكريبت يستخدمهن. تمام. هلا في 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 عندك ميموري خاصه بال HTML مشان يعبي هاي، وفي ميموري خاصه بالجافا سكريبت، وفي شيء مشترك بيناتهم. فلازم جافا سكريبت تتعرف على محتويات ال HTML من خلال البارسر قبل ما يتم تنفيذها. فلا تستخدم حتى IDs بال HTML قبل ما البارسر يمر عليها. فهذا الاستدعاء بجافا سكريبت خطأ، ما بتم استدعاء قبل ما يجي على اللود. تمام. مش لو أحط فايل بالآخر أحسن؟ كيف؟ يعني بدل ما أعجك حالي بقصص اللود هاي بحط فايل سكريبت بعد البودي. هو مش دائما انت بتقدر تحل مشاكلك بهالطريقه هاي، مرات انت مجبور تحطها. ما احنا ليش نوجدت بالبروغرامينج انه السكريبت ممكن تنحط بالهيد وممكن تنحط بالبادي؟ لانه في حالات انت يو نيدت بالبادي تمر بعد ال HTML، وفي حالات لا خليه يتعرف على ال HTML وبستنى اليوزر تيعمل كليك هون ولا هون. ففي شغلات انت مجبور عليها، فلذلك نوجدت الحالتين. فما بنقول حاله تغني عن حاله، مع الخبره بتبين انه هاي الكيسز بستخدمها وما الي حل الا هي، وهذيك بتكون ايش كيسز بتحل كيسز ما الي حل الا هاي، سواء كانت قبل ولا بعد. بدي اتعلم التو ويز اوف بروجرامينج لانه في لحظات معينه هذول الوحيدات اللي بحلن لي مشكله. تمام. يعني تقول خلاص اريح حالي واحط السكريبت بالبادي، صحيح، لكن مش دائما كل الكيسز بتزبط معك. في كيسز لازم تكتب السكريبت بالهيد. كيف بدي اعمل؟ ما في لي غيرهم، وعشان هيك نوجدوا التو ويز اوف بروجرامينج. نيجي على اكسونا جلوبال، انتبهوا. في فانكشن ستارت، وفي فانكشن اي، وفي فانكشن بي، وفي اد ايفنت لسينر لود. بعد ما يعرف هذول بيستدعي الفانكشن ستارت. بنرجع لهون. عرف اكس ايكوال 5. هلا اكس ايكوال 1 هاي لها ميموري لوكيشن، واكس ايكوال 5 لها ميموري لوكيشن مختلف بالبروجرامينج هون. فهاي عن هاي الكومبايلر ما بيخربط بينهم. هو بالنسبه لك قدامك هي اكس، بس هو لما تيجي انت هون داخل الفانكشن ستارت اكس لها ميموري مختلف عن اكس اللي هون. تمام. انت ما زال انت بالسكوب هون، كل الرجوع للاكس اللي الادرس تبعها 5، هاي الادرس اكس رقمها 2 مثلا. خلاص هون ما بالنسبه له هون اكس اللي هي ايكوال 1 مش معرفه، فبيطبع اكس. قديش حيطبع لي اياها هون؟ 5. هلا بستدعي الفانكشن اي. الفانكشن A عرفت فيه X equal 25، لما بده يطبع شو بيطبع؟ 25. بيطبع 25. 25. أي تغيير على X بيتغير على هاي اللي قيمتها 25، ومجرد ما أطلع من الفانكشن A X اللي قيمتها 26 ما عادت معرفة، بمحيها من الميموري. مجرد ما خرجنا من A هاي ما عادت معرفة. تمام. برجع على فانكشن B، B ما في X، لوين بده يجي؟ الجلوبال الاساسيه، على الجلوبال بروح على الواحد. لاحظ الفانكشن بي معرف بستارت بس ما برجع للاكس ايكوال 5. قلنا اذا ما فانكشن ما فيه اكس دائما الرجوع لمين؟ للجلوبال، مشان ما نخربط حالنا. بالضبط. اعمل له رن بتشوف الاوتبوت، وتتبع الاوتبوت بتقدر تعرف لاي اكس رجع. واضحه السكوبينج يا جماعه؟ حد له سؤال عليها؟ شيء جديد بجافا سكريبت. الفاكتوريال هو مثال على دائما اللي هو شو بيسموه. فالفانكشن هذا ريكيرجن ريكيرسيف فانكشن، تعريفه انه الفانكشن ذات كولز اتسيلف انتل ات ريتش بيز فاليو، يعني بضل يستدعي نفسه حتى يتعرف على اي شيء وصل لقيمه معرفه. هون مفهوم الريكيرسيف بالداتا ستراكشر كيف بيشتغل؟ مين بيحكي لي؟ هاي اخذتوها مفروض ب ماده علوم. هون نفس فكره السيلف انفوك، سيلف يساوي نفسه بيستدعي نفسه. طيب الاستدعاء هذا كيف بيخزنه؟ واحد داخل يعني بحطه على شكل اريت، يعني زي ما تحكي بصير ينفذ وحده وحده وبصير يرجع رجوع على الكود. دكتور قصدك مين اللي قال داخل اريت؟ لينا ومين؟ أنا حكيت ماريا. ماري. طيب داخل الري مزبوط. ومين الشاب الثاني قال داخل الري وبصير يستدعيهم بقى؟
أنا هشام. هشام. طيب يا هشام. طيب أوضح توضيح أكثر، ماري أو هشام اطحولي أكثر. مزبوط داخل الأريب. شو بسموها الأريب هاي الحالة؟ داخل ستاك. ستاك. مين قال ستاك؟ مين قال ستاك؟ أنا مهند. الرابع. جميل مهند. هاي أسماء جديدة. أنا ممتاز. هاي مهند زائد واحد يا مهند. وضح لنا فكرة الستاك يا مهند بالكول. كمل. هي بشكل عام نظام عمل الستاك إنه أول واحد بيدخل هو آخر واحد بيخرج. فهي عبارة عن بيظل يعمل كول لحاله، فآخر كول تنفذ هي اللي راح بصير جانب بده يرجع عكس يعمل بوب منها. أيوة. راح يرجعنا للقبلية، للقبلية حتى نوصل لأول واحدة نفذناها اللي هي أول استدعاء تم. ممتاز. اللي هو الستاك يا جماعة بكل بساطة بالفيرست إن لاست أوت، صح؟ الستاك إذا بتتذكروا زي إذا علموكم إياهم دائما الستاك والكيو مشان ما تخربط بينهم، الكيو فيرست إن فيرست أوت والستاك فيرست إن لاست أوت، عشان ما تنساهم أبدا. لما تروح على مطعم بدك تصف على الدور، في مطاعم خاصة مطاعم الكافتيريا إذا رحتوا على اللي تتذكروا أيام زمان قبل الكورونا حاطين لنا صواني، صح؟ مشان كل واحد يخص نيته ويختار أكله ويطلع يمشي. تذكرتوا؟ تخيلتوا المنظر؟ هذا دكتور معك. هلا أنت بتصف بالدور، هذا اسمه كيو. أول واحد بصف على الدور أول واحد ينخدم، first in first out. الصواني اللي بحطهن الطباخ أو النادل لما بحطهن فوق بعض، اللي حطهن أول إشي بروحن آخر إشي. فالصواني أنت بتأخذ أول واحدة، تو جابها بس توك أخذتها. فلاست فيرست ان لاست اوت او لاست ان فيرست اوت حسب. فانت بتاخذ اول صينيه من فوق، لو جاب صواني ثاني بدك تاخذ اللي من فوق، اللي من تحت اخر شيء بدها تروح. فلما تروح على مطعم بتصف بالدور، هذا هو الكيو، ولما بدك تاخذ الصواني الصواني هي الستاك. فلما يصير في عندي استدعاء بالفانكشن الفاكتوريال الخمسة احنا بنعرفه ماثيماتيكلي هو 5 ضرب فاكتوريال 4. فاكتوريال 4 هاي استدعاء لنفس الفانكشن، فاكتوريال 4 يساوي، فهنا فاكتور الخمسة دخلت as بوش على الستاك، صارت أول قيمة موجودة بالستاك. بعدين إجانا استدعاء للفانكشن فاكتور الأربعة يساوي 4 ضرب فاكتور الثلاث، فاكتور الأربعة تخزن بوش، فاكتور الثلاث يساوي 3 في فاكتور الاثنين بنحط له بوش، بعدين فاكتور الاثنين يساوي 2 في فاكتور الواحد. فاكتور الواحد معرفة عندي، ما بيتم الاستدعاء لأنه الفانكشن كون بقول له if equal 1 return 1. مجرد ما ينعمل واحدة كانت هي فاكتوريال الاثنين، اثنين ضرب فاكتوريال واحد، فاكتوريال واحد صار موجود، اثنين في واحد اثنين، فاكتوريال الاثنين صار معرف، بده يعمل بوب الثاني اللي هي ثلاثة، فاكتوريال الثلاث، ثلاثة في فاكتوريال الاثنين، فاكتوريال الاثنين صار معرف عندي، ثلاثة في اثنين ستة، بعملها بوب، بعدين الأربعة، أربعة في ستة 24، 4 في 6 24، بعدين 5 في 24 بعطيني فاكتوريال الخمسة. لما بنتي بيصير الستاك امبتي بتوقف الفاكتوريال عن الرن. فلذلك لما بعمل انا كول للفاكتوريال لا انسى هنا انه 5 ضرب فاكتوريال 5 ناقص 1 هي 4. هاي اذا نسيت هالناقص 1 شو بصير عندي؟ لوب، انفينيت لوب. بالضبط، انفينيت لوب اللي هو كول للفانكشنز. فبصير كراش عندك هنا بالسيستم انه بضل يعمل بوب بوشتا حتى تنتلي الميموري او الكومبايلر ينتبه لها ويعطيك ايرور او بيعلق. واضحه يا جماعه؟ طبعا التطبيق عليه في شغلات كثيره، اسهل شيء هو الفاكتوريال، فبيعطيك فاكتوريال من 1 ل 10 بيطبع لك اياهم وبكل بساطه. هو الريكيرسيف بيحبوه البروجرامرز لانه ايزي تو امبلمنت، بس ممكن يكون هيفي على السي بي يو، فبدك انت لما تستخدمه تكون اوير انه يور بروجرام از افيشنت ولا لا. هاي بالنسبه لكل محتويات شابتر 9. اذا ما عندك اي سؤال تمام بدنا ننتقل لشابتر 10 اللي هو الاريز. بدي اعطي مقدمه هون على مفهوم الاريز تمام، وناخذ عليها اكزامبل بسيط بدناش نخوض اليوم فيها كثير. شابتر 10 هو من قديم هذا، نشوف السلايدات تبعونهم بس.
هذول اللي قدام تبعوني من هذا الفورث إديشن. احنا قلنا الفيفث إديشن. الفيفث إديشن وين موجود السلايد هذي؟ هذول أجدد شوية، هذول بيشتغلون على الفيفث إديشن. فورث إديشن أنا ما حاب إني أش أتطرق له لأنه السينتاكس كلياته اختلف، صار يتعامل مع ال HTML5. طيب الأري، مين بيعرف لي الأري بالكمبيوتر ساينس؟ شو تعريف الأري؟ شو تعريف الأري؟ مجموعة من العناصر شير عليها بوينتر، والواحد بيكون له إندكس بلش من صفر. أيمن كمان، أيمن ذيابا اللي حكيت. طيب لا بدي تعرف أكثر مرة ثانية وشوي شوي يا أيمن، مرة ثانية وشوي شوي، ركز على تعريف الأري وأعطيني عناصرها الأربعة المهمة. مجموعة من عناصر نفس النوع. خلي بس أيمن، بس خلي أيمن يكمل بس نرجع لك يا أحمد. أيمن مجموعة، مزبوط حكيت يا أحمد، مجموعة من الإليمنتس من نفس النوع. هاي مجموعة من الإليمنتس نفس النوع، ماشي. شو كمان أشر عليها؟ بوينتر. البوينتر يعني ماشي، البوينتر هلا بنحكي عنه ايش يعني البوينتر. في كمان ثلاث عناصر مهمه بالاري، مجموعه من الاليمنتس. لما نقول مجموعه من الاليمنتس يعني مجموعه من الميموري لوكيشنز. انتبهوا دائما، لازم تكون متتاليه بالميموري العناصر. مظبوط، لازم يكونوا مخزنات ب عاصم، محمد عاصم متشارك معنا قبل. تفضلي يا ميس. يعطيك العافية دكتور. عافيك يا ربي. هلا أنا بعرف إنه الأري هي عبارة عن متغير، يعني واحد من رقمه الإندكس إله بيكون زيرو. تمام. في كمان مهمة مزبوط اللي حكيتي. كل عنصر في المصفوفة لازم نخزن فيه قيمة واحدة بس. تمام، ومخزنات بالميموري next to each other contiguous. في كمان ميزة مهمة، عدد عناصر ثابت. لا دكتور، يمكن إنها يعني ما. طيب نعيد، نقولنا إذا الأري هي عبارة عن مجموعة من الإليمنتس، مش إليمنت واحد يا ميس، مجموعة من الإليمنتس that have كلها شو إلها نفس ال data type. حكينا data type، وهلا هذه بدنا نركز عليها، بدنا نغير المفهوم هذا. شو كمان نفس data type ونفس شو؟ طيب لها نفس الاسم، احسنتي يا لينا. طبعا لينا حصلت اليوم كمان على بونص. ميس حصلت على بونص، وايمن حصلت على بونص، ومهند واحمد الحجي ومحمد عاصم، تمام. وماري ولينا، يعني حطيت الاسماء انا عندي وحطيته اخذته بونص. إذن نعيد تعريف الأري زي ما حكيته كلكم، نجمعهم مع بعض. إذن هي مجموعة من الميموري لوكيشنز that have the same name و that have the same data type. حكيته هاي بدنا نغيرها اليوم، و saved in the memory next to each other contiguous. تمام. إذن إلها نفس الاسم، نفس الـ data type، ومجموعة من الميموري لوكيشنز مخزنات next to each other. إذن array is a group of memory locations, all have the same name and normally of the same data type and saved in the memory next to each other. ليش حكى لي normally of the same data type؟ هلا كل لغات البرمجة زي اللي أنتم متعرفين تشتغلوا عليها زي C++ و C، لما تعرف الأري بتعرفها integer X، صح؟ of 10 هيك مثلا. إذا كانت الأري، إذا متذكرين syntax بالC أو C++ integer X of 10، صح؟ هيك تمام. اذا صارت عندي اكس فيها 10 مواقع وكلهم انتجر، عشان هيك كنا نعرف الاري انها ذا سيم داتا تايب. بس لما اجت بي اتش بي واجت بيرل واجت جافا سكريبت واجت سي شارب، ما عاد هذا الشرط يتحقق بالاري، صرنا نقول ان نورمالي اوف ذا سيم داتا تايب. ليش؟
مين يقول لي شرط احدد الاول مين اللي حكى مش شرط مين اللي حكى مش شرط نحدد طيب لانه فاري يعني نحط فار هو بيحدد بعدين حسب القيمه اللي بدخلها مصعب بالضبط بجوز نفس الشيء حكى الايجابي زميلكم الاخر ما انتبهنا لهاش بس هو فعلا الجافا بالسينتاكس بالجافا سكريبت هيك يا جماعه بس عشان ايش ما نخربطش بالسينتاكس بجوز كمان هاي بالسي مش متذكر انا السينتاكس بالسي اني بجوز ثلاث فصول ما درستها فهاي اكس اوف 10 لاحظ هون عرفتها انتجر هون عرفتها فار هون خلص ثبتت بالسي هون بالسي والسي بلس بلس ثبتت اولويز انتجر داتا تايب تمام بينما هون متى بتعرف الداتا تايب لما تعطيها قيمه تزيد لها قيمه بالضبط عند assignment value طيب خزنت فيها 10 طبعا x of 1 هيك لازم تكون سوري عند هسا بنشرحها ماشي خزنت فيها 10 اذا شو الداتا تايب هون number integer x of 2 جيت حطيت فيها 12.4045 شو الداتا تايب؟ فلوت فلوت طيب x of 3 خزنت فيها ترو شو الداتا تايب؟ بولين طيب x of 4 equal ترو هيك هي ترو تكون لما تكون داخل دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن ماشي صارت سترينج والسترينج اللي هو فيه بيانات تسوق ايفالويتد انتو ترو ليتر طيب اكس اوف 5 انتبهوا لي هاي الها بعدين برد برجع بشرحها ايكوال بالشكل هذا اري بكون كثير اري اكس اوف 5 5 في 1 5 هيك بدنا نعملها اكس اوف 5 و 0 قديش قيمتها مسنده 2 و اكس اوف 5 و واحد قديش مستند لها ثلاث and so on تمام اذا انا بدي اعرف التو دايمنشنال اري هاي خلوها شوي بنرجع لها بعدين وضحت هون الفكره ليش نورمالي اوف ذا سيم داتا تايب لانه كل اليمنت بتخزن فيه قيمه منفصله عن الاخرى وجافا سكريبت ما بيحددني شو اخزن فلذلك انهم كلهم لهم نفس الداتا تايب هذا ما عاد شرط في لغات البرمجه وضحت يا جماعه هذا المفهوم برضو بيمتد معانا بالبي اتش بي وبالبير وبالسي شارب فلغات البرمجه اللي متعودين عليها ونستخدمها بالويب مفهوم الاري بده يختلف عندنا شوي جميل طيب نيجي ل الاليمنتس ايتش لوكيشن از كولد اليمنت اوكي وال الجافا سكريبت بتتعامل مع الريز از دايناميك شو يعني از دايناميك مين يقول لي دايناميك الوكيشن السايز السايز تبعها بالميموري بتغير حسب الحجم تبع الداتا نفسه يعني جوا جوا الفاريبل اكثر عرف لي اكثر ما فهمت عليك يعني مثلا حسب الشيء اللي بنحطه بالفاريبل بتغير حجم السايز تبعها بالميموري فبيكبر لما يكبر الداتا جواتها وبصغر لما يصغر فبكون شيء محدد يعني مثلا الانتجر مثلا 4 بايت او غيره اوكي اوكي يعني تقريبا انت رحت فري ديب تفضلي يا لينا ما لها لوكيشن معين كيف لوكيشن السايز قصدك دكتور ممكن السايز لها مش فيكست يعني مين اللي حكى السايز مش فيكست انا ميساء تحتوي قيمه اوكي تمام مزبوط ايش يا ماري ممكن انها بتحتوي مين احمد بده يحكي مين بده يحكي
دكتور يعني هو انا ما بقدر احجزلها ما بحجزلها اندكس ثابت او سايز ثابت بالذاكره بقدر اغيره باي مكان في الكود تمام صحيح اعطيني ممكن هو دايناميكلي يزيد عليه مثلا انا ما في داعي اني خلص السايز تاعها بدي اجي ازيد قيمه جديده بزيدها هو لحاله بيزيد السايز احسنت تمام كلام صحيح حد بدي يضيف دكتور بعرف اري بدون مثلا سايز بظل اضيف لها بالضبط كلام صحيح برضو هذا الحكي كمان صحيح احسنتوا واللي حكاه كمان حقيقه زميلكم مش متذكر قال عشان اللوكيشن انه استخدمته وما استخدمتوش حقيقه هذا يعني فهم عميق للبروجرامينج احسنت بس هلا برد بوضحه هلا يا جماعه هون عرفت اورجيكم شو معنى الدايناميك اللوكيشن عرفت انا الاري 10 هلا لما اعرف 10 لغات البرمجه هاي بتحجز ال10 لوكيشنز مسبقا لكن في بعض لغات البرمجه ما بتحجزهم العشرة إلا إذا أنت استخدمتهم هذا الديناميك بس هاي الجافا سكريبت ما بتتعامل فيه خلاص حجزت عشرة حطت لك العشرة في لغات برمجة لا عرفت عشرة ما بعرف لك إياهم عشرة بس بستخدمهم إذا أنت حطيت في العاشر اللوكيشن هون بيكون مفهوم الديناميك مفهوم أكثر في السبيس يوتيلايزيشن بس مش بجافا سكريبت خلينا نوضحها بمفهوم أكثر أسهل خليها هذيك النقطة لما أقول x of 10 وهون عرفتهم وجيت هون كمان قلت x of طبعا هي من 0 سوري من 0 هون عندنا x of خلينا هيك x of 0 طبعا لعند x of 9 هذول 10 طيب جيت أنا x of 10 بدي أستخدم و x of 11 هون بجافا سكريبت هون شو بيعطيني؟ بيشتغل عادي بكمل هون اسمه دايناميك يعني السايز كانك مش معرفه سواء عملت هيك سايز فاضي وعملت هذول كلهم بيقبل لانه دايناميك اللوكيشن او اذا كنت معرف انها خمسة واستخدمت 12 عنصر 13 بكمل ما بيعطينيش عليها ايرور لكن سي سي والسي بلس بلس هاي هون سوري هون اما السي والسي بلس بلس بعطيني عليها ايش overflow runtime error overflow انك انت عم تخزن بموقع ما حجزت الكيشيا مسبقا فخلص 10 خليتهم 10 هون حجزت 5 وجوه البرنامج احتجت اكثر بكمل هذا هو مفهوم الدايناميك لوكيشن اللي حكى زميلكم انه انا خزنت 10 حجزتهم مسبقا 10 ولا لا في لغات برمجه ما بتحجزهم مسبقا فبتستخدمهم ايش exactly لما انت بدك اياهم هذا لا مش مفهومه مش موجود بجافا سكريبت طيب very nice إذا حكينا الديناميك لما أعرف الأري بستخدم الأقواس ال parentheses هدول ولما أستخدم الإندكس وأحط فيهم قيم بستخدم الأقواس المربعة هلا بنيجي عليهم example والإندكس ممكن يكون معادلة يا جماعة هاي كل لغات البرمجة معروفة ببدأ من zero لعند length ناقص واحد ماشي إذا بدي أعرف كم element موجود بالأري بستخدم الفانكشن مش الفانكشن الاتريبيوت length على الاسم الأري يعني هون اذا انا بدي اطبع كم element صار بالاري قديش السايز تاعها document.writeline x. array is an object لما بدي اودي بلا function call لا function واحط اسم الاري call by ايش بيكون هذا call by reference تمام لانه اسم الاري بخزن فيه هاي اللي حكتها قبل شوي زميلتكم اسم الاري لما اقول له x الاري بخزن الميموري لوكيشن لاول element بالاري لانه بكل كل لغات البرمجه الكومبايلر اذا عرف الميموري لوكيشن لاول اليمنت شو ميزه الاري حكينا قبل شوي سيفد نيكست تو ايتش بيقدر يعرف الثاني والثالث والرابع والخامس الى اخر اليمنت في الاري تمام عشان هيك الكول باي ريفرنس بزبط فيها مجرد ما عرفت اول اليمنت فبقدر اوصل للبقيه از كومبايلر ناخذ اكزامبل بسيط نعرف فيه الاري ونطبعها ماشي وننهي محاضرة اليوم على هذا المثال البسيط جر 10 3 هذا هو اللي هو initialization array 1 لاحظ شوف أنا شو فتحت هون يا جماعة array dot ايش هون dot html dot html لاحظ ال html هياكم وشون في عندي array dot ايش هون مخزنه dot javascript دوت جافا سكريبت لاحظ منفصلين الملفين انتبهوا لها هاي النقطه هي دوت جي اس بتخزن تمام هون لما اجيت انا على البادي هون قبل البادي بالهيد حطيت سكريبت بس ما كتبتها
هون. احنا قبل شوي كنا متعبدين نكتب السكريبت هون صح بين الستارت. ايوه انتبهوا هاي بال HTML 201 حكيت لكم عنها. سورس لاحظ زي الايمج مش يو ار ال، في بعض التاجز لها يو ار ال، في بعض التاجز لها سورس. انتبهوا ايكوال انيشال اري دوت جي اس، هذا اسم فانكشن اللي مخزن اسم الفايل مخزن فيه الفانكشن تاعوني، فانكشنز تاعوني، ولازم يكون على السيم دايركتوري اللي موجود عندي. تمام. وعندي هون اي دي ديف واي دي اوتبوت. طبعا هو الكومبايلر هذا السورس بيعمله كوبي هون مشان يقدر ينفذ لنا اياه. تمام بنشوفه. وبعدين في شغله ثانيه كمان يا جماعه هون، شو ملاحظين على الفايل هذا؟ سوري الفايل هذا كمان اللينك ريلاتيف، لاحظين شايفين اتش ريفرنس هاي تبعت برضو 201. اللينك شو بيعمل؟ اللينك مش الاي هاي انكر بربط الاشياء، بربط الـ الكاسكيدنج ستايل شيت مع الدوكيمنت. كاسكيدنج ستايل شيت شو بستخدم الاتريبيوت اتش ريفرنس، والسورس للسكريبت مشان احط الجافا سكريبت. اذا اذا فتحت انا الكاسكيدنج ستايل شيت هياتها، وايش مخزنه هي كانت دوت سي اس اس ستايل شيت، وهاي الجافا سكريبت تبعتي انا ماخذ هذا كل الفايل تبعي. لاحظين هاي الكاسكيدنج ستايل شيت حطيتها بس الاتش ريف، وهاي بس السورس، وهذا الاتش تي ام ال. في عندي اي دي 1 واي دي 2 اوتبوت 1 اوتبوت 2. بيجي على الجافا سكريبت طبعا هو هون في فانكشن ستارت بيستدعيهوش، في عندي فانكشن اسمه اوتبوت اري جوا الفانكشن هذا لسه بيستدعيهوش، وعندي اوتبوت اري، وعندي اد ايفنت لسنر لما يكمل لود اللي هو هذا الفايل يكمل لود بيتم استدعاء الفانكشن مين؟ ستارت. نفس المنطقه هناك، يعني انت عشان ما تخربطش حالك تخيل انه الكومبايلر بيعمل كوبي للسكريبت هون، وبيعمل كوبي للكاسكيدنج ستايل شيت هون، بصير كل هن بملف واحد عنده بالميموري. احنا هون لما نعمل ماسترنج هذا الكونسبت متعامل معه بباقي الكتاب بهالشكل هذا، بيفصل الاتش تي ام ال عن الجافا سكريبت عن الكاسكيدنج ستايل شيت. بيجي على ستارت، عرفنا اري قبل شوي، قلنا كيف نعرف الري بس ما اخذنا بجافا سكريبت كيف نعرف. في طريقتين نعرف فيهم الري، يا اما بستخدم الفانكشن نيو مع الري. شو حكينا قبل؟ الري مش اوبجكت جاهز للاستخدام، لازم اعمل كرييت اوبجكت منه، هي كلاس. ليش؟ عشان احجز بالذاكره. بالضبط، لانه بعرفش الكومبايلر انت كم اليمنت بدك، وبعرفش شو هم الاليمنتس اللي بدك تخزنهم فيها، عشان هيك زي الديت ما بيعطيني اياه از اوبجكت، انت بعطيني از كلاس وانت اعمل. وانتبهوا الاي از كابيتال لتر وجافا سكريبت كيس سنسيتيف. الاري والدات والديت والماث عندي اياهم ايش؟ كابيتال لتر اول حرف، هذول خاصه انتبهوا لها. هون عرفت الاري وقديش السايز تاعها؟ خمسة. الاري الثاني قديش السايز تاعها؟ واحد. حرام عليك، ما حددنا دايناميك بعده، ما في الها سايز، تركته فاضي عشان دايناميكلي كل ما احط اليمنت يحط لي اياه، كل ما احط اليمنت يحط لي اياه جنب الثاني. تمام. نيجي على الاولى انه n1.link. دكتور بس فريق الثنتين ما بيفرقوا، يعني الثنتين قد ما حطينا بضيف. صحيح، بس عشان نقول سواء حطينا السايز او ما حطينا هو مش بجافا سكريبت ار نفس الشيء. ايوه بس مشان انبه لها، يعني هذا المثال محطوط مشان يقول لك سواء حطيت الخمسه او ما حطيتها اتس ذا سيم. بس شو الفرق؟ انتو هسه باللحظه هاي كم السايز تاعها؟ لسه ما ضفت لها ولا اي شيء. ايوه الري 2 انتو ما بعطيني السايز، برجع لي نال. بالدوت لينك تختلف يعني. ايوه أي. تختلف اللينك، هون بقدر استخدمها، الثانيه بقدرش استخدمها لما نورجيكم اياها. عشان هيك n1.link شو بخزنها؟ خمسة. اللينك. طبعا هذا الاستخدام يا جماعه سيء، ليش؟ لانه هذا جافا سكريبت لوكال فاريبل وهذا ريزيرفد اتريبيوت. لا تحاول تستخدمه زي بعض. وما ما بعطيها عليها سنتكس ايرور، بس اذا بتكبر البرمجه وبصير في عندك ايرور يعني بتخربط حالك. تمام. هاي بتختلف عن هاي، الكومبايلر ما بيمنع تستخدمها بس لا يفضل. انا من الناس اللي ما بفضل استخدم اسم فاريبل لا ريزيرفد وورد او ريزيرفد اتريبيوت او ريزيرفد ميثود مشان ما يصيرش في عندك امبيجويتي ليتر. فاللينك صارت كم هون؟ ان 1 دوت لينك خمسة. تمام. فاريبل اي ايكوال 0 من اي للينك بلس بلس 1، فبيخزن بكل اليمنت من 0 ل 4 ايش؟
القيام من 0 ل 4. الثانية لاحظ ما قال لي دوت لينث، ليش؟ ما في شيء، ما مش محددين عليها سنتاك، حيعطيني عليها ران تايم ايرور مش سنتاكس، ران تايم ايرور. فعشان هيك قلت 5 خزنت فيها، هون قلت اقل تمام علشان ما يعطيني الخمسة. وضحت؟ هلا الفانكشن اوتبوت اري اي نوع من الفانكشنز؟ هل هو ريزيرفد ميثود؟ لا انا باني يوزر ديفايند. هل هو ريزيرف فانكشن؟ لا يوزر ديفايند فانكشن، يعني بالامتحان لا تكتب لي اوتبوت اري وخلص على اساس انه هذا الفانكشن معرف، لا هذا مش معرف، هذا انت لازم تكتبه تمام. اوتبوت اري يوزر ديفايند فانكشن، هاي كلمه فانكشن اجت معه. إله تو arguments ثلاثة، اللي هو الهيدر والأري كول باي شو وما بقول هيك، ما بقول هيك، ما بدي أعرف أري. أنا وديت اسم الأري، اسم الأري دائما مخزن في الفيرست لوكيشن بالميموري. أيوة. وهون الأوبجكت اللي بدي أطبع عليه، وين بدي أطبع؟ output one. وينها output one؟ ارجع للفايل اللي قبله، هيها بالديف الأولى تمام. فهنا هذول كول باي ريفرنس، كول باي فاليو، باي فاليو، وهاي ذا اريب كول باي ريفرنس. اي تغيير على اريب تتغير ان 1، انتبهوا هون. الكونتنت ايكوال هاي بلس بلس، بعدين اللينث ايكوال ذا اريب دوت لينث، ومن 1 الى اي لينث اطبع الكونتنت بلس اطبع الاي تمام. وذا اري اوف اي، شوف هون كيف انا عرفتها هون بهاي الاقواس تمام، الاقواس العاديه البارنثيسيز، ولما استخدمت الاليمنت اوف ذا اري استخدمت الاقواس المربعه. انتبهوا لهي النقطه مهمه تمام. بيطبع لي اياهم بس يخلص، بيستدعي بالان2 نفسها، بتصير ذا اري هي الان2 وبطبع الان2 تمام. هون ان2 بقدر استخدم اللينك تاعها لانها صارت معرفه خمسة قدها زيها، فصار بعد ما اعرف فيها اليمنتس بقدر استخدم هون. اما قبل عشان اعمل تخزين فيها ما بقدر استخدم اللينك، بس يصير معرف عندي هذيك الساعه بقدر استخدمه تمام. الاري دوت لينك هاي وضحت يا جماعه. هلا كيف بدي احط الاليمنتس كلهم هذولا اللي طبعتهم على الديف 1؟ الديف 1 دوت انر اتش تي ام ال، دوت انر اتش تي ام ال تنسوهاش. اي اتش تي ام ال تاج ماشي ما لها اتريبيوت زي سورس زي فاليو، بدي احط كل المحتويات بين الستارت والانتاج بستخدم الانر اتش تي ام ال تمام. في طبعا كمان الانر تكست ما بشرحهاش انا، بس تكست هيك اتصور موجوده اوكي. بس تكست هذه هاي بس بتغير التكست، ما بتغير الانر، ما بتغير التاجز تبع الاتش تي ام ال. جربوا شوفوا الفرق بيناتهم على جوجل. الاتش تي ام ال ما بتتحكم بالاليمنت هاي صح؟ ايوه ما بتتحكمش بالاليمنت، بيغير بس التكست الموجود. هاي بتغير التكست والتاجز اللي موجوده فيها، يعني هذه اقوى. واضح هذا المثال تاع الاوتبوت اري نطبعه هياتهم. لاحظ 0 1 2 3 4 هذول اللينك تاعهم كان معروف، وهاي اللينك تاعها ما كانش معروف. طبع لي اياهم، انتبهوا لطباعه الاري كيف تم. انيشال اري ثاني، هون في عندي اوتبوت 1 2 3 ماشي، وجافا سكريبت 2 هياتها. لاحظ هون عرف لي النيو اري بس ما اعطى قيمه. شو اعطى؟ ما اعطى قيمه. شو من القيم شو بتساوي هذول؟ كم اليمنت بالاري؟ مين بيقول لي قديش اللينكس تاع الاري؟ 4 0 1 2 3 الاندكس تاعهم 4. شو الداتا تايب لكل اليمنت؟ سترينج. اذا انا انتبهوا للنقطه هاي، لما بعرف variable n equal new array إذا أعطيته قيمة واحدة شو تسوي هاي القيمة؟ length بأخذها length. لكن لو قلت new بلا شون خلينا هون new array of 5, 6, 7, 8, 9 شو بياخذ؟ initialization. أيوة initialization elements. هاي الطريقة معمول فيها وهاي الطريقة معمول فيها، لكن انتبهوا لما بستخدم الاقواس العاديه هذول البارنثيسيز بقدر اذا اعطيت قيمه واحده بيكون اللينث وما فيش انيشاليزيشن فاليوز، لكن لو اعطيت اكثر من قيمه اللينث بيكون عددهم وكل قيمه بتروح ايش انيشاليزيشن لكل اندكس. يعني انه في 0 تساوي 5، انه في 1 6، انه في 2 7، انه في 3 8، انه في 4
9 تمام؟ هاي أو هاي معمول فيهم، انتبهوا إلها. طيب نيجي لهاي، هاي الطريقة أشيلها هيك خطأ، syntax error. هاي الأقواس البرانثيسيز مع كلمة new array لازم تكون موجودة، لكن إذا ما بدي أستخدم كلمة new array مشان أختصر على حالي طباعة وأعمل initialization لvalues بستخدم الأقواس المربعة. انتبهوا للنقطة هاي تمام؟ الأقواس المربعة لما تكون هيك، هاي ما بعطيك السايز، بعطيك واحدة بعطيها، أيوة الفاليو الأولى بالإلمنت الأول، والأري فيهاش غير إلمنت واحد. انتبهوا هاي بتختلف عن هاي تمام؟ هاي لازم يكون معها كلمة new array، هذيك بدون new array. ساعة أربعة 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 تمام. الانتجرز 2 قديش السايز تاعها؟ أربعة كمان أربعة كمان. شو الإلمنت الأول؟ اثنين الثاني؟ نل صفر نل. لا نل ولا صفر. Undefined. مين قال undefined؟ أنا أحمد. أحمد إيش؟ حجة سنك يا أحمد. Undefined يا جماعة، هلا منشوفها. نل وزيرو قيم، منين إجوا؟ ما عرفتم. أما الـ undefined هي قيمة. اطبع الـ elements of the array هون. الأولى لاحظ سيان، ماجنتا، يلو، بلاك. الثانية 2 4 6 8 والثالثة 2 undefined undefined. هاي بيجي عليها multiple choice questions، انتبهوا ما تحطوا 0 ونال. واضح يا جماعة؟ من في ان كيف؟ ان ان هاي نت انمبر ان اي ان. ايوه هاي ايوه اختصار نت انمبر. اذا كان عندي variable x equal 10 او هيك h او مثلا سيميكولون، وحكيت له x equal parse integer ل x، شو بدي يعطيني؟ نت انمبر. يعطيني نت انمبر اوكي، لانه x ما قدر يحولها لانتجر لانها hu. لو كانت 10 بيحول لي اياها لانتجر، ما بعطيني نان، بعطيني 10 اوكي. واضح يا جماعه؟ هاي الاري الثالثه. نوقف لهون، والمحاضره القادمه بنبدا من فيجر 10 7 و10 8 نتذكر. قبل ما ننهي محاضرة اليوم، حد له استفسار يا جماعة؟ كله تمام؟ دكتور السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. دكتور بس عشان اللابات، هسا اللاب انه هو 2 و5؟ والله اللابات بدك يعني عشان تاخذ معلومة دقيقة، ابعث مسج لهبة شطناوي او نور مس نور وهم بيجاوبوك. هم دكتور حسب علمك بلشوا ولا ما بلشوا؟ لا بدوا، اسأل زملائك على الفيسبوك. بلشنا والخميس هاد في عنا assignment. اها تنازلت على الليرنينج اصلا اللابات يعني، مش على الليرنينج، نزل تحت اخر اشي بتلاقي موجودات اللابات حياتهم. خلينا اقول لك لابين. هاي قلت لك هون، هاي هذا البارت مخصوص خاص باللاب، فهاي لاب 1 وهاي السوليوشن وهاي لاب 2، في عندهم assignment لاب 2. هاي assignment 1 و assignment 2. assignment 1 بدك تعملها ابلود باليوم، الاسبوع هذا بيكون في assignment 2 تمام. وبتقول لك ارجع عدم الغش، مش تروح تاخذها كوبي وتعملها، تعرف المس على طول. في عندها برنامج بتعمل مقارنه كل الحلول، فبيبين لها مين حل مشابه لحل ثاني. يا جماعه في كثير طلاب اخذوا زيرو وحلهم اوكي، اللي غاش واللي غاش ديروا بالكم. اللي عامل كوبي من صاحبه والناس عامل له مثل ما هو ابلود، المس عندها برنامج بس تعمل كومبير مع كل اللي بتعملوا لهم ابلود، فبيبين لها مين هو المشابه للفايل الثاني. فرجاء ما تخسروا العلامات بالكوبي تمام ان شاء الله. واذا ما عندكم اي استفسار